عليكم البنات ونهاركم مبروك. لا غوسات نتاعنا تاع اليوم اللي هي لي سوفلي نتاع البطاطا يجوا شابين بزاف وبنان وخفاف، وتقدروا ديرهم كيما هكا مع الزيتون ومع كريات مع اللحم بلوتو. دونك الوصفه واش عندنا؟ بطاطا محيه، عندنا فرماج غابي، عندنا هنايا مغرف كبيره نتاع زبده او حوالي 50 غرام، معها 4 مغارف كبار حليب وزوج حبات بيض، وعندنا المعدنوس. نعاود لكم المقادير واش عندنا. عندنا بطاطا مغلية ومرحية، عندنا فرماج غابي، عندنا حبة فرماج نتاع الشيف كيما راكم تشوفوا فيها رانا نقطعوا فيها، رانا زدنا الفرماج المربي، رايحين زدنا المعدنوس كيما راكم تشوفوا لي مول اللي رانا موجدينهم نتاع السوفلي، تدهنوهم بالزبده كامل وديروا لهم لا شابلور. دونك عندك الملح والفلفل الكحل كوم ايبيس، كي في التوابل عندك الملح والفلفل الكحل. وبالنسبه للبيض هذاك كيما راكم تشوفوا هنا بلوتو، هذيك الزبده والحليب ذوبناهم، ديروهم في رحبه ونذوبوهم ونديروهم على الخليط وهما ذايبين. اما بالنسبه للبيض رايحين نفصلوهم كيما هنا بانت لنا الكونتيتي شويه قليله، زدنا حبه بيض بارابور للبدايه. هذه الكميه اللي رانا درناها لكم تكفي لسبعه اشخاص. دونك نتوما شوفوا على حساب الاشخاص تاع العائله ونقصوا الكميه. هذوك 3 صفار زد خلطناهم كامل مع لاباط هذيك اللي وجدناها نتاع البطاطا والفرماج والملح والفلفل الكحل والمعدنوس والبلون، رانا طلعناه البياض نتاعها تاع هذوك 3 حبات بيض، رانا طلعناه اون بلون نيج الى بياض الثلج. كي نخلطو كامل كي يدخل هذاك الصفار مليح في البطاطا نتاعنا، رايحين نزيدو لها هذاك البلون نيف. وهكذا رايحين نعمروها في ذوك القوالب نتاعنا ونخلوها ترتاح شويه، ومن بعد عاد باش ندخلوها في الفرن. وهنا يا البنات للتزيين استعملنا شويه عكري اللي هو الفلفل الحلو، تقدروا تزيدوا نكهه البابريكا نكهه الشاورما كيما تحبوا، التزيين اختياري. وهكذا بعد ما طابوا البنات لحقنا نهايه الفيديو، جيسبر كو لا فيديو تكون عجبتكم، وسلام صحه دوركم.